وعلى الخير لكل مشاهدينا في كل مكان اوقات كل حلوه يا رب تبقى حلوه على طول معانا ومع شاشه التركيه وساعتين يوميا بنقضيهم مع كل موضوعات النهارده حكاياتنا هيبقى لها طابع مختلف تماما لان من اكثر الموضوعات اللي فتحناها في برنامج احلى الاوقات من بعد ما ابتدينا لحد دلوقتي وصلنا عدد كبير جدا من الاسئله متعلق باول موضوع معانا من الالف ليه هنجاوب على أسئلكم جاهزين شوفوا معانا النهارده وارجعوا تاني احلى الاوقات في انتظاركم بعد قليل نستضيف متخصصة زراعة الشعر أوزلم صافية كورت ستحدثنا عن طرق العناية بالشعر وعن عمليات زراعة الشعر ثم نلتقي فنانة الخزف والمنملمات فاطمة شان ستحدثنا الفنانة المبدعة عن معرضها المسمى الطريق بعد ذلك نستضيف الأستاذ المساعد الدكتور صادق يلدرم المتخصص في الجراحة العامة سيتحدث الدكتور عن مرض حموضة المعدة وارتداد الطعام إلى البلعوم. ثم نقدم لكم زاوية البرنامج الترفيهية منوعات من العالم. بعد ذلك ننتقل بكم إلى استوديو القاهرة. كل هذه الفقرات تأتيكم من برنامج أحلى الأوقات. اهلا بيكم من جديد ده كان ملخص للموضوعات اللي احنا هنحكي فيها النهارده وكلها هتعدي بسرعه لان الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه الحدوتة بدأت لما استضفناها المرة الأولى في البرنامج وأنا فوجئت بعدد الإيميلات والأسئلة اللي وصلت لأحلى الأوقات وسالوا عن حاجات كتير جدا ما كانتش تخطر في بالي انا شخصيا انا كمان بدات استفسر ولقيت ان الاجوبه هتسعدكم انتوا كمان زي ما اسعدتني لانها بتفتح باب كبير جدا للتغيير في الحياه ومنك انت تغيير طبيعي 100% اذا خلينا نبدا الموضوع على طول ما نضيعش وقت مع ضيفتنا الكريمه أزلام صفية كورت هانم افندي وهي المتخصصه في زراعه أشبر. الشعر نورتينا شكرا جزيلا صباح الخير نسيت شكرا نسيت جزيلا كيف حالك انت اليوم جميله اللي كالعاده شكرا <applause> طبعا هو بعيدا عن ان ده ثناء وبالفعل هي بتظهر دايما بمظهر كله طاقه الاسئله اللي وصلت لنا في البرنامج كتير كانت خاصه ليكي وبصراحه لقينا ان الاجابه من خلالك هتكون مفيده جدا للناس زراعه الشعر احنا قلنا تغيير للافضل نسبه 100% طبيعي صح ما فيهوش اي حاجه صناعيه <applause> نعم وضح لنا <applause> نعم طبعاً أولاً نستخدم شعر الشخص نفسه ويكون الشعر طبعاً طبيعي مئة بالمئة ولذلك نرجع إلى استخدام الشعر في هذه المنطقة. أو خاصة المنطقة التي تقع بين الأذان من الخلف فنأخذها ونستخدمها هناك بعض الطرق التي نستخدمها الطرق الدقيقة لكي نزرع الشعر بهذا الشكل لهذا السبب هو طبيعي إذا الشعر 100% منكم وبالتالي عملية زراعته مش هتدخل أي جسم غريب ممكن يرفض الجسم، يعني احنا بنقضي أبت. تماما على أي رفض نعم، للجسم أبت، للشعر نعم، الجديد. أبت. نعم هكذا. حلو كتير، طيب خلينا ندخل بقى في العملية في حد ذاتها تفاصيل أكتر، بناخد الشعر من الجذور اللي موجودة خلف الأذن ونزرعها في الأماكن اللي آه يمكن وصلت نعم. لمرحلة الصلع نعم. أو قلة الشعر. إزاي؟ العملية دي بتستغرق كام ساعة؟ إيه التقنيات أبت. اللي بتستخدموها؟ نعم. <applause> في الحقيقة بالنسبة للشخص <applause> الذي <الريدي تصفيق> أصبح أصلا أو أن شعره قل، يمكن أيضا أن نأخذ من الأيدي ومن الأرجل من شعر الشخص نفسه. نفسه يعني ثم يعني الصغر نستخدم الصغر هذا الصغر 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 الشعر ونزرعه في المناطق التي قل فيها الشعر. يعني على حسب قوة الشعر الموجودة في الجناب في منطقة ما خلف الأذن إن لم تكن قوية للدرجة الكافية بيتم الاستعانة بشعر نعم الصدر أو القدم. حلو كتير. تفاصيل العملية بقى بتستغرق وقت قد إيه؟ بتبدأوها إزاي؟ أو في إجراءات عذرا لو بعد العملية، إجراءات صحية معينة، تحاليل طبية، أشياء بيلجأ ليها المريض. نعم اقول ان بعض الاشخاص الذين يراجعوننا هناك اناس ياتون من خارج البلد اما اذا قبل المجيء فنفضل ان يرسلوا صوره لشكل الرأس، وبذلك نحن نأخذ فكرة عن وضع الشعر وعن وضع العملية ونرسل له الأمور المهمة، أما إذا جاء من الخارج فنحن نستقبله في المطار ونأخذه إلى المستشفى، ثم بعد ذلك نقوم بالتحليلات اللازمة لهذه العملية ونرى إذا كان أنا عندما ناخذ بعض التحاليل للدم نقوم بتحليلها ونعرف اذا كان هناك بعض الامور التي لا يمكن على اساسها عمل العمليه واذا كان طبعا هناك الامر ايجابي فنقوم بالعمليه بكل امان وثم نقوم بذلك نأخذ الشعر من الأماكن الكثيفة ونزرعه في الأماكن التي يحتاجها الجسم وتحتاج العملية إلى مدة سبع إلى ثمان ساعات أه لذلك أه هناك بعض المناطق التي نضع الشعر فيها واحدة واحدة نزرعها بدقة ممكن أن تكون العملية لمدة ثمانية أو تسع ساعات ويكون الشخص طبعا يستطيع أن يشاهد التلفزيون ويكون واعي تماما نخدر المريض و يكون نائم هكذا على السديه وثم نقوم بعمل العمليه وهو واعي وينظر الى ما نفعله وينظر الى التلفزيون ثم بعد يومين او ثلاثه ايام نقوم ب حلو جدا نجاح كملي صباح الورد <applause> نقوم به نقوم بعملية زرع الشعر ما أحلي نجاح هانم مترجمتنا طبعا الفورية ومن فريق الإعداد رئيس فريق الإعداد نرجع لموضوعنا إذا تقدر تمارس عملك بشكل تام إذا كنت تتابع أعمالك المكتبية على الكمبيوتر أو تتكلم في التليفون أو تفرج على التلفزيون تقرأ كتاب كل هذه الأشياء متاحة لك نعم. وفي عدد الساعات اللي هي 8 أو 9 ساعات اللي بتقوم فيها بالعملية في يوم واحد طب أنت قلتي إن إحنا بنعمل تحاليل طبية قبل ما نجري العملية عشان نقرر نعم إيه الحاجات الموانع اللي قد تقف أمام عمل عملية زرع الشعر؟ إذا هناك مرض السكر مثلاً أو مرض مثلاً السرطان أو غيره يمكن أن يكون هذا الشيء عائقاً لعمل العملية لذلك نحن طبعاً نأخذ المريض إلى غرفة العمليات وهناك بعض الأشخاص الذين يحملون فيروس الهيباتيت هؤلاء طبعا لا يمكن إجراء عملية زرع شعر لهم ولكن طبعا هذه حالات نادرة بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزوا الثامنة عشر نستطيع أن نقوم بعملية زرع شعر لهم بعد عمر الثامنة عشر يجب فقط أن يكون الشعر كافي للزراعة وغير ذلك لا يوجد أي شرط آخر كل من تعدى 18 سنه يقدر يعمل العمليه دي بسهوله شديده جدا ما عدا الموانع اللي تم ذكرها من ازلام هانم لان الموانع دي من اجل صحه الاخرين الامراض أه. سواء كانت الفيروسات اللي بتصيب الكبد نعم. الكبد الوبائي او الايدز او أه. السرطان لا قدر الله ويا رب ينعم أه. عليكم كلكم بالصحه. نعم ازلام هانم بتتحكموا في كثافه الشعر اللي بتزرعوه؟ يعني احنا نعرف ان في شعر مثلا احيانا البصيله بتحمل شعره واحده احيانا شعرتين احيانا اكثر بتتحكموا في كثافه الشعر؟ Chaclot. طبعا هناك طبعا لكل شخص كثافة شعر ولون الشعر كما هي الأصابع وكما هي طبعات الأصابع التي هي خاصة لكل شخص وعند كل شخص مختلفة عن الشخص الآخر لذلك فالشعر أيضا يختلف لونه وشكله وكثافته فنحن نقوم بال العملية على هذا الأساس ونوجه طبعا فريق العمل أيضا بهذا الشكل أيضا وطبعا نحن نوجه الفريق ونقوم بعمل العملية بشكل ناجح وطبعا نحن نقوم نستعمل آلات دقيقة جدا بحيث تكبر المنطقة ونحن نقوم نقوم بهذه العملية بكل نجاح <applause> أعتقد أزلام مشاهدة. هانم لما بتقول إحنا بنقوم بهذه العمليات بنجاح هي بتقولها بشكل بسيط جدا لأن بالفعل أزلام كورتو أصبحت بين الأسماء القليلة جدا المشهورة في تركيا بالجودة الشديدة جدا اللي بتقدمها في خدماتها وده من الأشياء المشرفة بصراحة في مجال عملية زراعة الشرعي في تركيا أزلام هانم نرجع مرة <applause> تانية شكراً لا هي جزيلاً. ليست مجاملة دي حقيقة يعني احنا كلنا بنسمع عن الاخبار بتاعتك شكرا, أه شكراً. شكراً جزيلا هل من الممكن اذا كان سقوط الشعر مرتبط بالجينات يسقط الشعر المزروع مرة تانية احتمالية سقوط أه. الشعر مرة تانية نعم. وردة ولا؟ طبعا بالنسبة لتساقط الشعر هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر مثلا الشعر هناك التوتر ومن سوء التغذية وهناك بعض الأسباب الأخرى اما هناك طبعا بعض الظروف الغير اعتياديه ايضا يمكن ان تؤثر في تساقط الشعر ولكن اذا تساقط مره اخرى بعد العمليه يمكن ان نقوم بعمليه اخرى لتلافي هذا الامر ولكن الاعتيادي نحن نعطي بعض الادويه التي تساعد في هذا الامر اما اذا قمنا بعمل العمليه للمره الثانيه فالنتيجه هي نفسها كالنتيجة في المرة الأولى وأنا متأكدة أنها ستكون ناجحة كثيرا ونحن لا ننقطع مع لا تنقطع علاقتنا مع المريض نستطيع أن نتابع حالته من خلال الإنترنت ومن خلال التليفون ومن خلال كل شيء إلى أن نتأكد تماما من صحة المريض وأن يكون طبعا المريض مرتاح وسعيد للنتيجة هاي أزلام كورت بتستقبل كتير جدا من المتعاملين من خارج تركيا ويمكن هي بتتعامل معهم الأول من خلال شبكة الإنترنت عن طريق إرسال الصور وما إلى ذلك وبعد ذلك استضافتهم هنا لمدة يومين أو ثلاثة بتنتهي فيهم العملية تمام وده شيء كويس كتير أه 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 قبل ما هدخل أه أه إيه, ايه اللي بتقدموه للمرضى من الخارج أه عايزه اعرف كتير جدا من الاسماء المعروفه في تركيا اللي يمكن زهقت كتير من موضوع التاتو والحاجات اللي بتتعمل في للحواجب لتغيير أه أه الشكل او تكسيفها أو, او 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 في ناس بتنظر لها على انها ليست أه بالشيء الجيد بتلجا لك لزراعه أه الحواجب أه انا الموضوع اثر فضولي أه بصراحه ايه <applause> نعم، بالنسبة لزراعة الحاجب، هي أيضاً فرع آخر من فروع عملنا، ونحن نقوم به بشكل واسع، أيضاً خاصة بعض بعد بعض الأمراض التي يتساقط على أثرها شعر الحاجب، أو مثلاً بعض الناس يريدون تغيير حاجبهم لسبب أو لآخر، هناك بعض الناس. يحضرون صور بعض الفنانات لكي نعمل نفس الشيء مثل حاجب تلك الفنانه او هذه وهناك بعض الاماكن ايضا التي يمكن الاستفاده منها ونأخذ الشعر من الجسم ايضا ونحاول ان نضعه في الحاجب هناك بعض الناس ليس لسبب معين فقط انهم لا يحبون شكل حاجبهم لذلك فهم يطلبون عمل العملية، وهي عملية سهلة جداً، ويستطيع أي شخص أن يقوم بها، لأننا نغير كل ما في الأمر وحسب ما يريد الشخص بشكل أجمل لكي يشعر بسعادة. ويحس بأنه أصبح أجمل وأن شكل الحاجب جميل أنا لا أحب أن يكون شكل حاجب المرأة مثلا غير جميل أنا أقول لا يخافوا اللي يقدموا على هذه العملية فهي بسيطة جدا ومريحة صح كم عدد الساعات ممكن تقضيها ساعتين ثلاثة للحاجب خمس ثمان ساعات علشان الشعر وبعدين بتستخدمه عمرك كله أه. والميزه في موضوع ان هو مش, مش وشم للحاجب أه. نعم ان يعني انا مش بضطر كل سنتين كل او كل سنه ان انا اعمله تاني فبالتالي برتاح أه. تماما من هذا الالم أه. لا طبعا طيب احنا عرفنا في شيء انت بتعمليه هو خاص بيكي هو أه. بالنسبه لنا برضو كان مفاجاه أه. أه. وسال عنه كتير جدا من اصدقائنا المشاهدين عن طريق ايميلاتهم ما زرع اللحيه ده حقيقي بجد <applause> بعض <زرع ورح. تصفيق> نعم هناك بعض الامور التي قمنا بها في الكلينيك او في مكان المعاينه لذلك فهذه من الأمور الأخرى التي أضفناها إلى عملنا، مثلا بعض الناس هناك بعض الناس الذين لا يحبون شكل اللحية أو شعر اللحية <applause> الذي يظهر في أوجههم، لذلك فهناك يأتون من أجل أن نقوم بهذه العملية، وهي طولها خمس أو ست ساعات، ونأخذ أيضا الشعر من أماكن أخرى ثم نضعه ونكونها بشكل جميل جدا حسب ما يريد المريض وبعد ذلك يرى أن لحيته أو شاربه أصبح بشكل الذي يريده ذلك الشخص ومن نسبة للنساء أيضا نحن نقوم بزراعة الشعر مثلا هناك بعض النساء الذين لا يحبون أن يكون يتساقط شعرهم أو يكون خف مثلا لذلك نقوم بهذه العمليات أيضا نستطيع أن نقوم بعملية وهي أن لا تقص النساء شعرها وهي باسم العملية تسمى نوكات <applause> وهي أن لا مثلا أن بعض النساء لا يريدون أن لا يعرف أحد أنهم قد قاموا بزراعة العملية. <applause> لذلك هم يريدون أن يكون الشعر بطوله ونحن نقوم بإضافة بعض الكمية من الشعر على منطقة الرأس لذلك ثم بعد أسبوع واحد يستطيع أن يقوموا يرجع يعودوا إلى عملهم الاعتيادي ولا يبدو أي شيء ولا يظهر أي شيء ولا يجب أن يعيش الإنسان أنا رأيي بشعر خفيف أو بدون لحية أو بدون شارب أو مثلا بشكل لا يعجبه الحاجب بسيط يعني زلم كورت بتقول انه بسيط كتير حتى بالنسبه للستات يمكن نجاح للمره الاولى في العالم إن من غير ما تقص شعرك ايا كانت درجه شهرتك ايا كان مين انت تقدري تزرعي شعرك على نفس الطول نعم. بالنسبه للرجال اللي بتعاني من عدم يعني وجود الشعر في مناطق معينه من الذقن او عدم وجوده خالص يقدروا يزرعوه نعم. بشكل كويس نعم. في اسئله وصلت لنا حوالين العمليات نعم. نستطيع القيام بذلك الناس اللي بتتعرض لحوادث او حروق هل ممكن ينفع معاهم موضوع زراعة الشعر أو الحواجب؟ نعم صحيح في حالة الحوادث مثلا أو الحروق يمكن أن يكون مثلا الشخص قد احترق وجهه و و ثم في هذه الحالات أنا أقول أن لا ينتظر ولا يبقى يعيش حياته بعذاب أن يراجع من أجل القيام بهذه العملية بشكل بسيط وليحصل على ما يريده بكل سهولة ولكن فقط آه سوف نستخدم آلات مختلفة وطرق مختلفة حتى آه بالنسبة لآثار آه الحروق أو مثلا لآثار الجروح آه يمكننا أيضا أن نملأ هذه آه تلك المنطقة ثم نقوم بوضع آه زراعة الشعر في, تلك في ذلك المكان. يعني اولا نملا الجرح ثم نقوم م -م. بزراعه الشعر هاي هو فضل دقيقتين ثلاثه عشان نخدم نختم اللقاء ده وانا اتمنى اكون جاوبت على معظم الاسئله اللي وردتني عن طريق ايميلاتكم او حتى عن طريق صفحه التواصل الاجتماعي الفيسبوك م -م. لان بالفعل من اكثر موضوعات العمل نعم كتير. أزلام هانم ليه انتوا؟ ايه المميزات اللي تقدميها لي انا كشخص قادم من الخارج؟ ليه اجي لكم أروح اروحش اوروبا م -م. مثلا؟ ايه الميزه اللي ممكن تقدميها لي غير كل المعلومات دي؟ م -م. نعم. في الحقيقة نحن نقول أننا قمنا بالعمل أيضا مع أناس جاءوا إلينا من الخارج. نحن نخدم الناس، نأخذهم من المطار ثم نذهب إلى المستشفى بهم ويحس الفرد أنه في بيته كأنه في بيته عناية تامة وراحة نفسية. لذلك يحس المريض كأنما هو ذاهب إلى الكواثر، لذلك كل ما نقوم به هو طبيعي وصحي. هناك أيضا لدينا الكثير من المرضى يأتون إلينا من أوروبا أيضا ليس فقط من الدول العربية من كل الدول يأتون إلينا طبعا للإمكانيات الموجودة في تركيا وللخدمات الجيدة التي نقدمها ولنتائج العمليات الجيدة التي نقدمها للمرضى، ولأننا طبعا نحن نقدم كل شيء بحب و بصميميه ونحن لا نوجه الناس إلى أمور غير حقيقية وغير صحيحة ومؤذية نحن نقول لكم أن نتيجة العملية هي آمنة مئة بالمئة وسوف يحصل المريض على كل ما يريده وكل ما يتمناه ونقوم لأننا نقوم بالشيء صحيح ده شيء مهم إنك تقدم الخدمة بأفضل طريقة ممكنة ويكون في أمان. انت مهني تماما تعرف شغلك بتقدمه ازاي وان في درجه امان كبيره جدا بالاضافه لاسعار اللي بتتناسب مع الجميع، يعني اصبح الوجود او الوصول أعمل. لتركيا يعني رغبه من كتير جدا أعمل. من الناس اللي في اوروبا فاعتقد جاوبنا على عدد كبير جدا من الاسئله، انا علشان خاطركم دخلت موقع الخاص باوزلام كورت لقيت اجابات كتير على الاسئله وعرفت معلومات الحواجب والدقن والحاجات دي، لكن الجميل انه اصبح المعلومات دي كلها متوفره باللغه العربيه على موقعها الخاص. وزلام كورتس احنا سعداء بنجاحك جدا في العمليات دي وبانك ابتكرتي اشياء جديده وصعدة باستجابتك زيزيلاً. لوجودك معنا مع مره ثانيه شكرا رديو. لكم شكرا شكرا, شكراً. 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 <applause> زرعنا شعر لكن هنسمع مزيكا ضيف عزيز علينا جدا وصل قبل كده لاستوديو احلى الاوقات عرفنا ان هو بيعمل هنا البوم خاص حازم فارس من العراق لاسطنبول شوفوا الالبوم الجديد اول مره في احلى الاوقات وهو بيتسجل ورجعوا لنا تاني